باسم ائتلاف المنسحبين من التيار الشعبي المصري نرفض الانقلاب العسكري الدموي على الشرعية، وندين وبشدة اغتصاب الحقوق الديمقراطية للمواطن المصري، وندين وبشدة الاعتداء على ثورة 25 يناير وما حققته من انتصارات، كما ندين موقف التيار الشعبي المصري وقيادته المتمثلة في الأستاذ حمدين صباحي مما يحدث في مصر في الآونة الأخيرة من اعتداء على المتظاهرين السلميين وقتل الروح الديمقراطية في مصر، كما ندين وبقوة منع الأخت الشقيقة ورفيقة الكفاح في القضية العربية الناشطة السياسية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان من دخول بلدها الثاني مصر، ونؤكد أن هذا لا يقلل أبداً من شأن توكل وإنما يزيد من خسة من منعها من دخول مصر، كما نرحب بالعمل تحت مظلة واحدة وهي تنسيقية شباب الثورة مع رفقاء الميدان في 25 يناير، كما نحيي وبشدة موقف الاتحاد الإفريقي الرافض للانقلاب العسكري والذي أثبت أن الدول الإفريقية العريقة التي يصفها الغرب بأنها دول العالم الثالث أثبتت أنها أكثر ديمقراطية وحكمة عن غيرها. وفقنا الله لما فيه الخير والبلاد. السلام عليكم ورحمة الله.